السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوات دهان الدوكو على طرابزين حديد، تعالوا مع بعض كده نشوف خطوات الدوكو على الطرابزين ده وازاي نحوله للشكل الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة من البداية للنهاية، ان شاء الله الفيديو يكون فيه افادة ليكم. الطرابزين عليه اسمنت وماسك فيه الصدى، فهستخدم سكينة معجون وهزيل بيها الاسمنت، وايضا هستخدم صنفرة رقمها 100 خشنة وابدأ ازيل الصدى، وايضا اصنفر الاسمنت الزايد اللي موجود على الحديد بالكامل. بالنسبة لدهانات الدوكو فمنها الدوكو العادي وأيضا في منها الدوكو الفرن. إيه الفرق بين الدوكو العادي والدوكو الفرن؟ الدوكو العادي المسمى العلمي له نيتروسلولوز 1K، معنى 1K إن هو بدون مصلب. أما الدوكو الفرن المسمى العلمي له دهانات أكريليك فرن 2K، 2K بمعنى إن له مصلب، يعني كل ورنيش بتجيبه فرن لازم يكون معاه المصلب علشان يجف. ازاي بقى تفرق بين الدوكو العادي والدوكو الفرن؟ عملنا مقالة كاملة هسيبها لك في اول تعليق مثبت. هنبدأ في الخطوة دي نغلف الاجزاء اللي قريبة من الحديد علشان نحافظ عليها من رذاذ الدهان. هنبدأ في عزل الحديد، هنستخدم أساس فرن أكريليك. نسب التخفيف كل شركة مخصصة في إنتاج الأساس الفرن بتحط النسب بتاعتها، فأنت اتبع التعليمات اللي موجودة على العبوة، بس معظم الشركات بتحدد النسب لكل كيلو، وليكن لو هتستخدم كيلو فأنت استخدم عليه المصلب بنسبة 50% والتونر بنسبة 30%. طيب، وبنرش الحديد هنا وجهين. الدهانات النارية او الاكريليك بنرشها باستخدام مسدس الرش، ما ينفعش نستخدم الدهانات النارية بفرشة او برولة، تمام كده. هسيب لك رابط شرح كامل لخطوات استخدام المسدس على الحديد او ايضا على الاخشاب. بالنسبة للأساس الفرن الأكريليك احنا بنتركه 24 ساعة، وبعد كده بنستخدم هنا معجون حديد المسمى العلمي المعجون الحديد البولو أستر 2K معاهم مصلب طبعا، وبنمزجهم مع بعض، وبنيجي على أي تفاصيل موجودة في الحديد بنقفلها بالكامل، وبنترك المعجون تقريبا ساعة بيجف. طبعا الـ2K المصلبات بتجف بعد نص ساعة أو ساعة، وبنستخدم هنا صنفرة رقمها 220 وبنصنفر معجون الحديد مع الحديد بالكامل، وبعد كده بنجيب الأساس اللي اشتغلنا بيه في البداية، فقط بنحط عليه شوية من اللون الأسود الناري، وبعدين بنبدأ نرش الحديد طبقة تانية. كده احنا أسسنا لون فاتح رمادي في الأول علشان يظهر لنا أي تفاصيل، وبعد كده بنستخدم نفس الأساس وبنحط عليه لون أسود علشان يديني درجة الرماد الغامق أو الرصاص الغامق علشان اللون يكون قريب معايا للون التشطيب. طيب، هو احنا ممكن نستخدم النيتروسلولوز العادي على الاكريليك؟ يعني لو استخدمت الاساس الفرن الاكريليك وضفت عليه اسود نيتروسلولوز عادي ولا ممكن يعمل معايا مشاكل؟ لا عادي، انا استخدمت العادي على الاكريليك علشان يغمق معايا درجة اللون وتكون قريبة لدرجة التشطيب، فمفيش فيها اي مشاكل، تمام كده. بعد الجفاف هنا ظهر لي التفاصيل بسيطة او حاجات ناعمة، انا استخدمت ليها معجون دوكو نيتروسلولوز عادي، ما عادش ينفع بقى ان انا استخدم عليه معجون حديد بولو استر 2K، لا استخدم معجون دوكو عادي 1K واتركه ساعة يجف، وبعد كده استخدم صنفرة رقمها 220 واصنفر الحديد وابدأ ارش طبقة تانية من الاساس، طبقة واحدة فقط تستر معايا المعجون. الأجزاء اللي بشاور لك عليها هبدأ أرشها لون مختلف على باقي الطرابزين، فأنا هنا استخدمت ذهبي. الذهب ده طبعا احنا دربناه يدوي، لو عايز تعرف ازاي عملنا الدرجة دي اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هوضح لك ازاي عملت درجة الذهب اللي حضراتكم شايفينها دي.
بترك الذهبي تقريبا ساعة يجف واتأكد انه جف مظبوط، واستخدم عليه شريط لاصق اغلفه علشان الاجزاء الخارجية ابدأ استخدم عليها دهان نيتروسلولوز اسود دوكو مط مخفف بنسبة من 1:1، وارش الحديد بالكامل زي ما حضراتكم شايفين كده. كده احنا رشينا الحديد بالكامل، هنشيل بقى الطبقة اللي احنا غلفناها على الأجزاء دي الذهبي. طبعا لو التأسيس ضعيف هيبدأ الذهب يخرج معانا، فانت تأكد ان الأساس جف مظبوط والذهب جف معاك علشان تبدأ تلزق عليه. تمام. طيب احنا عايزين الذهبي ما يغيرش لونه معانا على المدى الطويل، وايضا نعمل تأثير حلو على الذهبي، فانا هنا هستخدم ورنيش فرن 2K اكريليك، وهستخدم معاه المصلب وهستخدم التنر بنسب قد ايه. هنا الشركة بتحط لنا النسب 100% ورنيش و50% من المصلب، والتنر بنسبة 30%، لازم كلهم يكون 2K. تمام كده. طيب احنا عايزين الاسود ما يكونش اسود عادي بلاك كده، فانا هستخدم هنا صدف لونه لؤلؤي. تمام. وهمزجه مع الورنيش والمصلب، وهنا ده المذيب مذيب الدهانات السريع، وهضيفه معاهم واخلطهم مع بعض كويس. وهاجي هنا بمسدس الدهانات هبدأ ارش طبقتين او 3 طبقات علشان جمال الصدف اللي حطيناه على الورنيش يظهر معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا بنرش طبقة وبننتظر 5 دقايق، وبعد كده نرش الطبقة التانية وننتظر شوية، وبعد كده نرش الطبقة التالتة علشان يطلع معانا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. ده كده الشكل النهائي للترابزين بالكامل. اتمنى اكون افدتك من خلال الفيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك، لو بتشوف الفيديو ده على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل متابعة للصفحة، ولو الفيديو ده على اليوتيوب اعمل له شير وتعليق حلو زيك، ودعواتكم لينا بالتوفيق. اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة. ولو عندك استفسار سيب لنا استفسارك، وتأكد ان هرد عليك او هعمل بيه فيديو علشان الكل يستفاد. وفي الختام اتمنى الخير والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مقطع ايضا موجود على القناة ازاي تغير الوان ابواب الخشب الداخلية اذا كانت الوانها لون بني وعايز تحولها بقى للون جميل وحديث زي الوان الابيض اللؤلؤ والدوكو علشان يطلع معاك بالجمال والحلاوة اللي حضراتكم شايفينها دي. كده احنا حولنا الباب من البني للون ابيض دوكو لؤلؤي لمعة كاملة، وعملنا عليه الصدف الجميل ده. رابط الفيديو ده هسيبهولك في شاشة النهاية.